السلام عليكم، أهلا شباب. في خاصية أنا أعتبرها أداة، لأنك يمكن تستخدمها مع الطلاب لتعليمهم التلفظ الصحيح، وأيضا الطلاب بإمكانهم استخدامها إذا حبوا أنهم يتمرنوا هم أيضا بأنفسهم عند تعلم اللغة. أوكي، خلونا نتعرف عليها. طبعا هي تبدأ بأنك تكتب أو تبرونونس وتضيف المفردة، وليكن هنا على سبيل المثال water. أوكي، الخصائص المختلفة، أولا بإمكانك الاستماع إليها للمفردة. Water. طبعا هذه بالأمريكان pronunciation، بإمكانك تغييرها إلى البريتش pronunciation. Water. أوكي، بالإضافة إلى أنك يمكن تسمعها بشكل بطيء في حالة أن الكلمة تكون طويلة مثلا. Water. أوكي، إذن حتى نقوم بتجربها، أولا خلونا نشوف الخصائص. حتى الآن أنك تسمع المفردة سواء بالتلفظ الأمريكان ولا البريتش، بإمكانك أنك تشوف شكل الكلمة بأحرف إنجليزية. إذا كانت الكلمة طويلة على سبيل المثال، أو تحب تجزئتها أو سماعها بشكل أبطأ، بإمكانك تغيرها إلى سلو. بإمكانك تشوف شكل الفم عند التلفظ. أوكي، خلونا الآن نقوم بالبراكتس. تمام، فالموقع يقوم بتسجيلك، وبالتالي يمكن سمع صوتك ويعطاك فيدباك إذا كان تلفظك بالشكل السليم أو فيه خطأ ما. Water. Water. وطبعا يعطيك indication إذا كنت نطقتها بالشكل السليم أو لا. خلونا الآن نقوم بالبراكتس مرة أخرى وننطقها بشكل خاطئ. أوكي؟ أوكي، waiter waiter. فطبعا يعطيك الآن، يبين لك وين الخطأ. تمام، وبإمكانك إنك تعمل improve للتلفظ، ويعطيك minimal pairs بحيث تشوف الخطأ وتشوف التصحيح. أوكي، على سبيل المثال هنا bronze brains، فهو يبين لك basically انه يفترض انك تنطقها أ وليس اي. اوكي، خلينا نشوف بقية الأمثلة. hot hate novel navel lot late dots dates. تمام، وبالتالي عرفنا حتى الآن انه نستطيع سماع المفردة بالشكل السليم، نستطيع ان نرى شكل الفم عند النطق، عندنا الشكل بالأحرف الإنجليزية، ايضا باستطاعتنا ان نعمل practice انه نشوف النطق بالبريتش ان امريكان انجلش، ونستطيع ايضا ان نسمع المفردة بشكل ابطأ للاستفادة بشكل اكبر. طبعا بالاضافة بعد كل هذا، بامكانك ايضا تشاهد قائمة من فيديوهات اليوتيوب المركزة على نفس المفردة وكيفية تلفظها. شكرا، وإن شاء الله تستفيدوا من هذه الخاصية. السلام عليكم.